مرحبا بكم في فيديو اليوم الذي سنتحدث فيه عن فوائد عشبه تقنديشت. انها عشبه طبيه تستخدم في العديد من الثقافات والطب التقليدي لعلاج العديد من الامراض والحالات الصحيه. دعونا نلقي نظره على بعض فوائدها. قبل بدايه الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه صحتك افضل اخصائي تغذيه. فوائد العشبه للجهاز الهضمي تحتوي عشبة تقنديشت على مادة تسمى النيكوتيناميد والتي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي بطرق عديدة على سبيل المثال يمكن استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالقولون العصبي وتحسين صحة المعدة والأمعاء فوائد العشبة للجهاز التنفسي تعتبر عشبة تقنديشت أيضا فعالة لتحسين صحة الجهاز التنفسي فهي تحتوي على مادة تسمى الكارافاكارول التي تعمل كمضاد للالتهابات والجراثيم التي تؤثر على الجهاز التنفسي. وبالتالي فإن تناول العشبة يمكن أن يساعد على تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب الحلق والربو والأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز التنفسي. فوائد العشبة للجهاز العصبي تعمل عشبه طقنديشت ايضا كمهدئ طبيعي للجهاز العصبي وذلك بفضل احتوائها على مواد تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر وبالتالي فان تناول العشبه يمكن ان يساعد في تحسين النوم والتركيز بالاضافه الى الفوائد التي ذكرناها سابقا فان عشبه طقنديشت تحتوي على مضادات اكسده قويه تساعد في تحسين صحه الجسم بشكل عام كما يمكن استخدامها لتخفيف الآلام المرتبطة بالتهابات المفاصل والصداع كيفية استخدام العشبة يمكن استخدام عشبة تقنديشت على شكل شاي حيث يمكن غليها في الماء الساخن لمدة من 5 إلى 10 دقائق وشربها كما يمكن استخدامها على شكل كبسولات أو مستخلصات ويمكن الحصول عليها من المتاجر الصحية والصيدليات إن عشبة طقنديش تحتوي على العديد من المواد الفعالة التي تساعد في تحسين صحة الجسم بشكل عام وتستخدم في العديد من الثقافات والطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض والحالات الصحية نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد وفرت لكم فهما جيدا حول فوائد عشبة طقنديش وكيفية استخدامها ولا تنسوا دائما استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من الأعشاب أو المكملات الغذائية، خاصة إذا كنتم تعانون من أي أمراض أو تستخدمون أدوية أخرى. وشكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات يرجى تركها في قسم التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.